أن هذه الأعمال أنجزها جميع الأنبياء بهذه الطريقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعرف شعيرة من شعائر الدين التي أخبر الله أنه شرعها على الأنبياء وأنها كانت على نفس الطريقة التي عليها أهل الإسلام إلا الحج. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه قد حج فقال مر بوادي الأزرق. وادي الأزرق واد بين مكة والمدينة، قريب من مكان ممن مر بين مكة والمدينة ربما رأى منطقة خليص، ووادي الأزرق قريب منها في ذلك المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال، هل هو سؤال عدم معرفة بالمكان؟ الجواب لا، وإنما هو سؤال لفت النظر حتى تقبل عليه العقول، لأنه سيخبرهم عن أمر عظيم، ونأخذ منه التعليم مكان الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتظر في سيره وهو خارج من مكة باتجاه المدينة، وانتظر حتى إذا ما جاء إلى نفس المكان سأل السؤال حتى تشرئب إليه الأعناق وتصغي له الآذان، فقال أي واد هذا؟ فأجابوه، بمعنى أن الأمر معلوم، لذلك قال فقالوا، يعني كل من سمع سؤاله أجابوه قائلين هذا واد الأزرق. فهنا أعطى تلك الفائدة والمعلومة، ولكي يدركوا أن ليس السؤال لأجل معرفة المكان، وإنما لأجل أن يخبرهم بواقعة حدثت في المكان. فقال لهم كأني أنظر، يعني كأني يقول أنظر الآن وأرى أخي موسى عليه السلام، كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو هابطا من الثنية، والثنية المكان المرتفع ليس الجبل، فهو مكان مرتفع قليل. يقول وهو هابط من الثنية، أي نحو هذا الوادي، وله جؤار، والجؤار رفع الصوت، صوت عالي بالتلبية، وله جؤار إلى الله بالتلبية. هذه التلبية هي التلبية الإبراهيمية، هي التلبية المحمدية، هي التلبية التي نطق بها موسى عليه السلام، هي التي نطق بها كل الأنبياء، هذه التلبية. وهذا معنى عظيم، بمعنى أن الحج وأعمال الحج يا إخوة يا كرام، أن هذه الأعمال أنجزها جميع الأنبياء بهذه الطريقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعرف شعيرة من شعائر الدين التي أخبر الله أنه شرعها على الأنبياء وأنها كانت على نفس الطريقة التي عليها أهل الإسلام إلا الحج، فإن جميع الأنبياء أنجزوه كما أنجزه الخليل إبراهيم عليه السلام، والخليل إبراهيم أنجز شعيرة الحج كما علمه جبريل عليه السلام، لأنه أثناء رفع قواعد البيت لجأ إلى ربه داعيا له، وكذلك ابنه إسماعيل كما ذكر الله في القرآن ربنا وأرنا مناسكنا، فبعث الله جبريل إلى إبراهيم وأخذه يوم الثامن وصعد به إلى منى وبقي معه وصلى الخمس صلوات، ثم أخرجه إلى عرفة، وهكذا إلى بقية المشاعر. فكان الأداء بتعليم جبريل عليه السلام لخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كان يسير في حجته على ما كان عليه خليل الله إبراهيم، وعدل وصوب ما أحدثته قريش في أمر الحج الإبراهيمي وأعاده على ما كان عليه.